دابا الان مساله العالقين او مساله المغاربه اللي كانوا في الخارج، لا بد من نعرفوا اولا بان السياق العام الذي يحكم الوضعيه الوبائيه هو واحد السياق ديال التطورات المتسارعه. مثلا اذا كنتوا تبعتوا كيف في الاونه الاخيره العالم كله بعرف واحد الانتشار سريع ديال الموجه الخامسه، واللي بلادنا بسرعه كبيره جدا خلات مجموعه ديال القرارات ديال الاغلاق في المجال الجوي، طبعا اغلاق الحدود. بعد ذلك جات واحد المجموعه ديال التسهيلات، وقلنا باش انهم الناس اللي بقاو على الخارج انهم يلتحقوا. دونك كاين اللي التحق، كاين اللي ما التحقش، كاين اللي مازال عنده امور. بعد ذلك وقعت تطورات واحدة اخرى، ظهرت يعني اوميكرون وصل لمجموعه ديال الدول خاصه في الجوار الاوروبي، شفنا الوضعيه الوبائيه اللي كانت في مجموعه ديال الدول اللي كانت مقلقه جدا، شفنا كيفاش الدول اللي عندها منظومات صحيه قويه جدا كيفاش ولات كتلقى صعوبات باش تستجب للعدد الكبير ديال المواطنين اللي باغيين يحضروا للعلاج. انا ذاك اتخذ القرار الثاني ديال انه غادي نغلقوا وغادي نعطيو واحد المهله استثنائيه ديال الاسبوعين. دابا في الاول كانت عندك وضعيه وبائيه، قلتي هاد الناس هادو اللي حالقين على برا ما كاين مشكل راه يقدروا يجيو، فتحتي المجال عبر ثلاثه ديال المحطات. ظهرت تطورات، وهادشي كله ملي كتاخذ الحكومه هاد القرارات كتاخذوا بناء على واحد التقييم ديال واحد الوضعيه وبائيه، ومن منطلق المسؤوليه ديال الحكومه على السلامه الصحيه ديال المواطنين. ارتأت الحكومه انه كاينين شي ناس اللي بقاو واللي سافروا مؤخرا واللي مشاو اما لاسباب ما كترتبطش بالاقامه ولكن كترتبط يعني اما بالعمل اما بالتطبيب اما بزياره الاهل اما كذا كذا كذا، تفتح عاوتاني واحد المجال ديال الاسبوع. دابا ملي كتفتح المره الاولى سي شكل وكتفتح المره الثانيه عاوتاني الاسبوع، زعما اللي بغى يدخل غادي يدخل، اللي بغى يدخل وكان يعني في هذا الاطار هذا وفي هذه الزيارات اللي تكلمنا عليهم ديال سافروا مؤخرا ومشاو للخارج راه يمكن له يلتحق. الان ماشيش الغايه ديال الحكومه ولا الرغبه ديالها هي تغلق، ولكن الظروف اللي موجوده الان تستوجب على الحكومه ان تمشي في القرار ديال الاغلاق. لان كيف ما قلت واش شنو هو المحرك ديال الحكومه باش تاخذ قرار الاغلاق؟ راه المحرك الاساسي هو الحفاظ على السلامه والصحه ديال المواطنين. حتى دوك الناس اللي كانوا في مجموعه ديال الدول على مستوى الخارج قلنا باش ما يمشيوش وينقلوا لا قدر الله في حاله الا كانت شي اصابه وين ينقلوا هادشي العائله ديالهم، قلنا الحكومه سوف تتكلف والحكومه الان تتكلف، وهاد الناس كلهم موجودين على مستوى مجموعه ديال الفنادق اللي الحكومه تؤدي هذه الفاتوره ديال هاد الناس باش يقدروا يلتحقوا. ما كنظنش بانه في كل مره خصنا نبقى نعملوا استثناءات اذا كانت الوضعيه الوبائيه مقلقه وخطيره. اذا كانت الوضعيه الوبائيه مزيانه متحكم فيها ممكن انها ما تشكلش خطر على المواطنين، انا ذاك ما غنناقشوش هذا الموضوع، غنرجعوا للوضع الطبيعي والعادي ويقدر اي مواطن انه يلتحق. فبالتالي تعطى الاستثناء الاول وتعطى الاستثناء الثاني وتعملت عليه واحد المجهود تواصلي كبير، وعرفوا المغاربه كاملين اللي حاصلين بانه كاين ثلاثه ديال النقاط اللي يمكن يعبروا منها عبر اللي باش يدخلوا للمملكه، اللي هي الامارات العربيه المتحده والبرتغال و